محزمة البلد من فوقها لتحتها، عايزين كمان نحزم السوق ونمسك لجامه ونخلص من الرخيص ونرجع المزاج الأصلي بتاع زمان، نرجعه لناسه. مزاج الخير، اتفضل يا معلم. تسلم. مزاج الخير مش ختم بيتضرب وخلاص، لا، دي ماركة مسجلة. مسجلة، ماركة مسجلة زي أي ماركة، بتضمن للزبون الجودة بتاعت المنتج والبضاعة دي. ومش شوية وساخ كبير سلم هيعكروا حليب أفندينا. الله الله يفتح عليك يا معلم دهان. تسلم. الله يفتح عليك. عشان كده أنا بقول إنه من النهاردة مفيش ولا جرام ولا حباية هتنزل السوق إلا بتصريح مني. وده عمره ما هيحصل إلا وأنا متغطي دفيان بإخواتي الكبار. ولا يا معلم دهان؟ إحنا أهلك وعزوتك ورجالتك وقت اللزوم. شوية صبيت يا معلم. الفاتحة على اللي يخون العيش والملح. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتقول ايه يابا؟ ده انا اتباعها بايديا دول. انا مش عاوز اقول لك من بدري عشان ما تهبلش الهبل اللي انت بتهبله ده. اركز شوية يا ابني. اركز ازاي يا معلم وانا بسمعك تقول كلام زي ده؟ يا ابني اركز عشان نعرف نفكر. مطر ما هي سوريا، وبعد اللف اللي لفيته ده اكيد رقد على كتير. وهي دي فيها تفكير يا حاج. انا اخد بعض دلوقتي واروح اجيبها من شعرها واعلم على وش اللي خلفوها تلات وحاي. تقول تقري وتعترف وتقولي راحت الخميس تعمل ايه؟ دي مراتي يا حاج، مراتي. ما عشان مراتك لازم تركز عشان نقدر نفكر، وإلا هنلاقي نفسنا لابسين في حيطة. فهمت؟ أديني أهدى يا حاج، أديني أهدى لما أشوف آخرتها إيه. قول لي يا حاج، قول لي أعمل إيه وخلصني. حاضر، هقول لك لأجل ما نخلص خالص. وحياة أبوها لكون سحالها ومسففها تراب البلد من بيتهم لحد هنا. بالراحة عليها يا خميس، البنت حبلة وبطنها مليانة. دي سرقت ابني يا أمه، والمصحف لشرحها قصاد ابوها. الحقنا يا فندينا، الحقنا. في ايه تاني؟ البنت بس اللي شغاله مع رمانه. مالها؟ الحق يا سي خميس، خدوا رمانه، قتلت المال والحكومه خدتها. سيئ عليك النبي تلحقها، دي بلاش بتضيعها قد غيرك. ايه يا بنت الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بركه يا جامع، خدت الشر وراحت. انت يا بنت الكلام ده حصل امتى وازاي؟ الحكومه جت خدتها، والمحامي اللي اسمه بدران كان معاهم. بدراني اللي كان معانا. هيقتلونا. طب ليه احنا عملنا ايه؟ معرفش. انا سمعت المعلم نوح بيقول لبراءة ان اول ما عينين الحكومة تغفل عنك هيطويكي في حتة ما حدش يعرف فيها اي حاجة عنك ولا حد يخلصك. يا لهوي، ليه؟ انا عملت ايه؟ هيودوني فين؟ انا عارفة بقى. ده انا كمان حاسه انهم هيغدروا بيا، وكل ده ليه؟ عشان انا عايزه اخد دار جوزي وهم رافضين عشان مصلحته. يا نهار اسود منيل، طب والعمل؟ يعني احنا كده هنروح فطيس؟ مش عارفه بقى، ده احنا حتى لو حاولنا نهرب كلابهم محوطه المنطقه كلها، دول محاطين الفيلا من كل ناحيه. يبقى بقى مفيش حل غير انك تحطي ايدك في ايدي. انا يا ليك يا ست مطر اللي انت تقولي عليا انا ماشيه على طول. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ايه؟ قتلت المالت؟ المالت بيضون، صاحب الكباريه اللي كانت شغاله فيه بقالها فتره. كانت؟ ليه؟ هي سابته؟ سابته شويه وبعد كده رجعت له، وقعت من طولها وهي بتقدم النمره بتاعتها، وبعد كده ما رجعتلوش تاني. مش البت دي بتاعت افندينا؟ ولفت شويه على براءه وبعد كده سلمته الخميس فقضيه شروع في قتل. اسمع يا علي، انا عاوزك تتابع لي تحقيقات القضيه دي بنفسك. عاوز اعرف عنها كل صغيره وكبيره. تحت امرك يا باشا. بس ايه علاقة قتل رقاصة لصاحب كباريه باللي احنا فيه ده؟ كله شمال يا علي، كله شمال ومنفذ على بعضه.
اللي يفتكر نفسه مستخبي يبقى غبي، عشان كل العيون شايفاه. رمانة زي سعاد، الاتنين غلابة وسط ناس ما بترحمش. واحدة كان نفسها في ظل راجل خلي بيها، والتانية شالت في بطنها حتة من الراجل ما حسش بيها، وفي الآخر قتلها. المالت كان سكينة في إيد الباشا، والباشا مخ في راس أفندينا، وكله مفتح على بعضه. خميس، العمروزي هو اللي بعت الملط الرمانة صح؟ وانا جريت عليها عشان الحقها، قلت احميها وارمي الملط في السجن يمكن اكفر عن ذنوبي. خدت النجده معايا، اكتشفت اني بسلمها بايديا للبوليس، وهي بصلي بعينيها مش فاهمه انا معاهم بعمل ايه. انت اللي بعتني العمروزي وقلت له ان رمانة حامل زي ما انت بعتها يا خميس، وبعت ابنك لما مرتها تنزله قصدي تقتله. كلنا بنبيع يا خميس، احنا في سوق مزاده مفتوح، واللي يدفع اكتر بيشيل. كان كان هقتلك يا بدران، هقتلك. اقتل اللي جواها، مات من زمان وماتت معاه كل حاجه. اللي قدامك ده جثه مستنيه اللي يدفنها. عارف ليه؟ عشان انا بقيه من زباين مزاج الخير. مزاج الخير يا فندينا، مزاجي الخير. هو فين؟ هو فين الباشا عبد الوصول؟ يا عمروتي! خميس؟ في سلو بلدنا، اللي تسيب بيت جوزها وتخرج عن طوعه ملهاش دية. بقول لك وطي صوتك وبلاش فضايح. اوعي تكوني فاكرة العيال اللي بره دي هيحميوكي مني، ولا الغندورة ابوكي. فوقي نفسك، انت مرات خميس افندينا. وطي صوتك يا خميس. وكتاب الله، لولا انك خايف على اللي في بطنك لكنت خليتك تتمني لو اتولدتي من غير لسان. ليه بقى؟ عشان حطيتك قصاد روحك وعرفتك انك خاين ومش قد الوعد اللي وعدتهولي؟ اقول لك انت ايه؟ راسي. اضرب اضرب كمان يا خميس، وما تخافش على اللي في بطني، عشان اللي في بطني خلاص. يعني ايه خلاص؟ نزلته يا افندينا.